وقد نتسبب بالعالميه من اليوم العالمي للفن هذا اليوم العالمي. طبعا نتشكركم على هاي الهديه، وايضا هذا اليوم نذكر فيه جميع شهيداتنا شهيدات الحريه الذين قدمنا ارواحهم تضحيه لبناء مجتمع ديمقراطي حر وبناء اخوه الشعوب لهذا المجتمع. طبعا نحن راح نقدم هاي الفعاليات لشهيداتنا، والله يرحم جميع الشهداء، وكل سنه وانتم سالمين مره اخرى. وانتم سالمين. احنا كمان كقوات وحدات حمايه المراه بنفس هذا اليوم يعني بهذا التاريخ بنوعدكم مره ثانيه انه راح نكون عند حصن ظنكم وراح ندافع عن كل النساء، وهي لنا شرف انه ندافع عن ذاتنا وعن كل النساء وبنفس الوقت عن كل المجتمع، وهي كمهمه اولى يعني امامنا، لانه في يعني منطقتنا تعرفوا منطقه دير الزور في خطر، يعني كل يوم في خطر بنشوف يعني المشاكل اللي بتصير وضرر اللي بتجي على نسوانا وعلى كل الشعب. لهالسبب يعني بمثل هذا اليوم بنجدد عهدنا انه راح ندافع عن كل النساء، مو بس نساء يعني كسوريا، على كل النساء بالعالم يعني. وكل يوم بنشوف يعني النساء ما يشوفوا ضرر، وكل يوم قتل عمات سواء تكون داخل البيت او على الشغل او بتكون عسكريه او مدنيه. لهالسبب يعني بنفس هذا اليوم اما نتذكر يعني اوجاع والام كل النساء، وبنفس الوقت بنبين يعني تحضيرنا وجاهزيتنا لأجل الدفاع عن كل النساء، وبهذا اليوم نبارك لكم مرة ثانية ونتشرف يعني بمجيئكم، لنا يعني الشرف والفرحين بمجيئكم، وأهلا وسهلا فيكم. وأقول كل سنة وأنتم سالمين لكم لجميع نساء دير الزور وأيضا جميع نساء الوطن العربي وأيضا جميع عوائل الشهيدات والمقاتلات أيضا. طبعا باسم قوات وحدة حماية المرأة في دير الزور أيضا أجدد ما قالت رفيقة ليلى، عهدنا على النضال والمقاومة والحرية وأيضا الدفاع عن جميع نساء العالم ونساء دير الزور من جميع المخاطر والظلم والذهنية التي فرضتها المجتمع والقيود التي كانت مقيدة بها المرأة الديرية. وأهلا وسهلا فيكم مرة ثانية، وكل سنة وأنتم سالمين. اليوم بهذا اليوم العظيم يوم الثامن من آذار أتينا نحن كلجنة تحضيرية نساء دير الزور إلى وحدة حماية المرأة لتقديم درع بمناسبة الثامن من آذار، ونعايدهن ونقول لكافة رفيقاتنا في وحدة حماية المرأة نحن نسير على خطاكم ومعكم، ونخص بهذه المعايدة شهيداتنا شهيدات الحرية ورفيقاتنا في وحدات حماية المرأة اللواتي هم اليوم في الصفوف الأمامية للدفاع عن المرأة وعن الحرية ومقاومات لهذه اللحظة. نحن معكم لآخر يوم في حياتنا، ونقول لكم سيروا ونحن يدا في يد معكم، وكل عام ونساء دير الزور بألف خير، وكل نساء الوطن العربي بألف خير. ونوجه تحية لأمهات شهيداتنا سعدة وهند، ونقول لهن كل عام وهن بخير، ونساء عفرين وتل الأبيض التي لم تحالفهم الفرصة للاحتفال بهذا اليوم العظيم، كل عام ونساء الوطن العربي بألف خير.